وجه وزير التنمية المحلية محمود الشعراوي بزيادة حملات توعية المواطنين والمارة والمحال التجارية في الأحياء والمناطق التي يعملون بها، وزيادة عملية الكنس اليدوي والآلية وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود اختلاف في مستوى نظافة الشارع. وخلال اجتماعه مع إحدى شركات الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، طالب شعراوي بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات في جميع الأحياء لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه.